وكذلك المواقف اللي اتخذت ضد واحد يعني لي كومونيكي ولازم يتخذ الوقت وحنا بغينا حكومه منسجمه وهذا الشيء انا والاستاذ انصار قدمناه وتكلمنا عليه وحاولنا نقنعوا السيد رئيس الحكومه اللي طلب انه غادي ياخذ شويه ديال الوقت باش يكمل في هذا الشيء ولكن كنعتبره بانه الاجتماع يعني هو اجتماع ايجابي ويكون الانفراج ان شاء الله. شاكوش 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 سيبو بلاي.